هل يعل حديث أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين بمحمد بن عمرو؟ الخطب في ذلك يسير. أنا أراه حسنا، لأن محمد بن عمرو إذا نصوا على أنه وهم في هذا الحديث نقبل أقوالهم، لكن إذا لم ينصوا والأمر محتمل، يعني المعنى العام للحديث محتمل، فيقبل إن شاء الله، يقبل يحسن حديثه.